هاي جايز، كيفكم؟ اليوم رح اخذكم معي بكواليس سوالف شاي. رح تشوفوا وين بتجهز، وين باكل، وين بنصور، كل شيء رح ورجيكم. متحمسه كثير؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه عاد، شبكم بدنا نوصل 3 مليون. هلا رح نروح اول شيء طبعا نفوت، اول شيء نروح على الاستديو، كثير متحمسه اورجيكم كل شيء. حطوا لايك، اوكي؟ باب 1 2 3 اوكي، هون استديو سوالف شاي. هاي هون الطاولة يلي على طول منصور سوالف شاي عليها، واكيد هدول اشهر فنجين يلي بكل حلقة بتشوفون تعون الشاي. وكمان هون الجزء يلي انتو اصلا ما بتشوفوه، يلي ورا الكاميرا، لازم تشوفوا ورا الكاميرا. طبعا الكل هون بيكون قاعد عم يتفرج علينا نحن عم نسولف. مرحبا، معكم الهوست الجديدة لبرنامج اذا حابين تعرفوا شو هو. لا تنسوا، سوري لازم اقول مين انا كمان. رح نستضيف ناس رح يلهموا سوالف شاي. سوالف شاي بر 3 2 1. يا سؤالي حاسه حالي فراشه. هلو جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اخيرا رجعنا لكم بحلقه جديده من سوالف شاي سوري ليه اخيرا؟ لانه انا صار لي زمان مصوره، ف هي نزلت هن ما لهم خبر. انا صار لي شهر مصوره. اوكي حرجع عيد. انا اليوم ما بعرف شو بدي. ويت، استجمع افكاري بليز. Let's go. يلا جاهزين. هلو جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. لا انا لي شهر مو مصوره يا جماعه، فبدكم تعذروني يعني. عادي، شو كنت اقول؟ هلو جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ رجعنا لكم بحلقه جديده من سوالف شاي. علقت. هلو جايز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم رجعنا لكم بحلقه جديده. يلا. عادي عادي عادي، انا بعيد 100 مره بالتصوير. انا ما كنت هيك، بس يعني لا كنت هيك عم بنزل. هرجع عيد. متوتره من جمالة. ايه ما شاء الله عليك. ما تنسوا تعملوا، ما تنسوا تشتركوا بالقناه، ما تنسوا تشتركوا بقناه مزاج وتابعونا على منصات ما تنسوا تشتركوا بقناة مزاج وتعملوا طيب الشاي والله مستحيل. اليوم مع الأسف إنه آخر حلقة من سوالف شاي الموسم الأول، فخلونا نروح أول شيء أخذ قهوتي وبعدين روح أعمل رتوش للميك اب. اليوم حلقتنا مع ميس محمد. تخيلي أعمل برنامج وأستضيف عالم وأسألهم عن حياتهم. آخر همي إيش قصدك؟ لا بمزح. انت احسن مقابله بالحياه. جايز خلونا نحذر مثل ما تعودنا كل اسبوع نحذركم مين ضيفنا الجديد على برنامج صلاه. هل اخته اكبر صانعه محتوى جيمنج؟ صانعه. هاي الحلقه حتكون مع رامي اوستا طبعا. رامي اوستا ما بعرف رامي اوستا. اوكي موديل. طب هل هو كمان ممثل بفيلم هوليوود؟ هوليوود خلا بطل تطلع معي، مستحيل. اليوم ضيفنا كتير مميز لانه هو صانع محتوى. اليوم ضيفنا كتير مميز لانه رح صوتي بليز بس شوي. اليوم ضيفنا مو بس صانع محتوى اليوم ضيفنا صانع محتوى وكتير انتو شايفون. خلونا نروح نجيب القهوة. عنا هون كل شيء ناكل إذا بدنا. عنا هون هيك ميني سوبر ماركت، و هون البار فينا نطلب قهوة. هاي كان I have one latte. طبعا معانا أحلى حدا بالحياة ساشا. أنتش مرة لا أحلى حدا والله. اوكي وهلا فينا نروح على المكان يلي انا بتجهز فيه. طيب
آه وصلت ميس. هاي مرحبا. الحمد لله تمام يا سو. كيفك شو الأخبار؟ كيفك شو الأخبار؟ جيد حبيبتي. كتير متحمسة لحتى نصور الحلقة وتعرف عليك أكثر. الشرف. وأنا أكثر طبعا. أوكي بس نورجيها الاستديو بعدين بنرجع على الغرفة الثانية اللي نتجهز فيها. يا هذا هو الاستديو تبعنا. أهلا وسهلا. كتير كيوت يا. الألوان. لا روعة. اوكي هلا خلينا نكمل ونروح على غرفة الميك اب يلي بتجهز فيها. تعال. اوكي. هاي هي الغرفة يلي بتجهز فيها. انه مثل ما شايفين هون في مراية. فبقعد هون. وبتجهز. هلا صراحة بدي اعمل بس هيك بتوش خفيفة. حط شوي بلاش. اوكي وهلا رح اترككم مع احلى اللقطات يلي ما حطيناها من الحلقات لحتى تشوفوها. حطيتكم شوي. اوكي اموركم تمام. يلا رح شوفوا. طيب لو سالت انت مين؟ طلع لنا قصص. ايه اوكي اعطينا اخبار. 3 2 1 لما رحت على ادلب. يا سو جو. هو عم يضحكني. شو لما رحت على ادلب وما في حدا يدعس على دنبكن. أعرفكن. لأنه أنتوا يعني كونوا دايما أتحالكن وحبوا حالكن كتير بالنسبة كرمال يو. ليش اسم قناتك على اليوتيوب؟ بومجي. أعتبر أنه في حدا لسه موسى. بطاطا بطاطا بطاطا. مسابقة اليوم من سبلاش رح تلبق. لا قوليها من سبلاش. من سبلاش قلت. بنعرف من قبل انه ريما حكت انه انتو كنتوا عايشين بروسيا ببيت 12 شخص. اي مزبوط. فهلقد كانت الظروف صعبة لحتى 12 شخص بنفس بيت. 11؟ انا مشيتها يعني. هل بتحس تغيرت علاقتك مع اصحابك واهلك بعد ما فتت مزار؟ طبعا مزاج. لكن حاجة عجل. يلا هي تمنيل. بما أنه هاد فيديو اليوتيوب جربي بس طبعا لازم يكون بأنه أنا كتير بقول هالكلمة عن جد. تشكر يا دريم. تشكر أو تشكر لار. شوك صاد. وبتمنى أنتو كمان تكون تعرفتوا على جوجو أكتر وعرفتوا جوجو مين أكتر. وشكرا لأنه جيتي على أنا نسيت اسمه. بعرف ذكر. أوكي نعمل الأنترو. الأوترو. الأوترو. أوكي جايز وهي هي كانت التور يلي كنت حابة أخذكم فيها واللحظات يلي بالعادة ما منحطها بالفيديوهات. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وأنتم عم تشوفوا هذا الفيديو. ما تنسوا تشتركوا بالقناة. عاد اشتركوا نوصل 3 مليون يا أخي. خلاص يعني لازم نوصل 3 مليون. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا. سوري مزاج. ما تنسوا تشتركوا بقناة مزاج وتتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي كلها. تيك توك إنستغرام سناب شات فيسبوك. وما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هون على الشاشة. ونشوفكم إن شاء الله يوم الخميس الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. باي باي. لازم أطلب من ساعة. بما أنه قلت لكم ليلة تشتركوا بالقناة فاشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ورح يظهر على الشاشة عنكم هون جميع تواصل. وانتو كمان جايز ما تنسوا ما تنسوا ما تنسوا. كالعادة هاي منصات التواصل الاجتماعي كلياتها روحوا وعملوا لنا فولو واشتركوا بالقناة إذا لهلأ ما اشتركتوا. وانتظرونا الأسبوع الجاي يوم الخميس بحلقة جديدة. وانتظرونا الأسبوع الجاي يوم الخميس الساعة 6 بتوقيت السعودية. خلصنا. لا 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 لا.